السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خوتاتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فيديو اليوم اللي غنطرق ليه بخصوص واحد الزوج اللي كينهي الحياة الزوجة ديالو بمبيد حشري وكيدعي أنها يعني أجهضت. فهذه واحد البنت اللي كانت كباقي البنات العمر ديالها كتحلم بواحد الزواج هادئ مليء بالحب والسعادة ويعوض على الحرمان اللي كانت حست به وعاشته طيلة الحياة ديالها. ما كانش كتظن يوما أن الحياة تختزل لها عدد من المشاهد الحزينة، ولم يكتمل حلم هاد السيدة أو لها الزوجة إذ لم يتمكن الزوج ديالها اللي اختارته ليكون شريكا للحياة ديالها من إعطائها الحنان الذي لم تذوق الطعم ديالها يوما ما. فكانت السلطة ديال هاد الزوج والجبروت ديالو كيدفعوا للتعنيف هاد الزوجة والاعتداء عليها بشتى الوسائل، الضرب، الجرح، السب. ورغم هاد التصرفات العدوانية كانت هاد الزوجة شأنها شأن عدد من يعني بحال النساء المغربيات، راكم عارفين يعني معروفين بديك الحنان، معروفين بالتعامل مع الزوج ديالو واتحدوا رغبة قوية في الحفاظ على رجل البيت وتتحلى بقيم التضحية. وهاد الزوجة كانت كتقدم تنازلات من أجل إنجاح زواجها، يعني معلقة الأمال على الأيام عساها تمكن من إحداث تغيير في هاد عقلية هاد الزوج والطباع ديالو باش يصبح واحد الزوج صالح، إنسان معقول عنده واجبات. كانت مستعدة لفعل أي شيء إلا التضحية بالحياة ديالها هروبا من الواقع المر عن طريق الإنتحار. يعني ما كانش كتفكر ولو مرة أنها تصفي حياتها من إنتحار، وكانت كتملكها واحد رغبة قوية في الحمل من هذا الزوج وإنجاب طفل منه لتحصل على الأمان اللي غيمكنها فيما بعد من إنجاح العلاقة الزوجية والتمسك أكثر بالقفص الزوجي. وهذا شيء معروف، يعني المغربيات كاملين يعني كيحاولوا يحافظوا الحياة الزوجية بينهم وبين الزوج ديالها، وهذا الشيء اللي عملات هاد السيدة حفاظا على العلاقة الزوجية بينها وبين هاد السيد. ولكن فيما بعد غتفاجأ بمجموعة من الأشياء اللي غيقوم بها هاد الزوج، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إخواني أخواتي، فهاد الزوج اللي كان زوج ربط خطرته ونجب مع إحدى الزوجات أبناء فيما تخلص من أخريات دون إنجاب، وظهر خلال التحقيق أنه كان كيحلم بالحصول على طفل أو لطفلين مع هاد السيدة، وهو الدعاء اللي فندته كل القرائن وكذبته أقرب الشهود اللي أكدوا وأقروا أن العلاقة الزوجية بيناتهم كانت غير مستقرة، وأكدوا أن هاد الزوج هو أكبر مستفيد من الوفاة الزوجة ديالو، بينما الزوجان كانوا منهمكان في تناول وجبة العشاء في إحدى أيام فصل الصيف الساخن. سقطت هاد الزوجة على الأرض وكتشتكي من الألام حادة في البطن ديالها وواحد المادة اللي خرجت من الفم ديالها، إذ جرى النقل ديالها على إثر ذلك إلى قسم مستعجلات بمستشفى محمد الخامس من أجل تلقي العلاجات الأولية ومعرفة الأسباب هاد الألم، بحيث وضعت في العناية المركزة إلى أن فارقت الحياة الله يرحمها. فحكى هذا الزوج تفاصيل الحادث مؤكدا أنه عاد ليلة الحادث إلى البيت، فقدمت له الزوجة ديالو وجبة العشاء كما باقي يعني الزوجات المغربيات راكم عارفين كتعطي للراجل العشاء وتقدمه له، وتوجهت نحو المطبخ قصد تناول بعض الأعشاب التي تحافظ على استمرار الحمل الذي نزل، وبدد الحمل ديالها في الإنجاب أربع من مرات أصيبت في إحدى بنزيف في الرحم. هذا الأقوى ديالو يأكدوا المحققين. وقال بينما كان يعني الزوج كيتناول العشاء ديالو سمع أنين شريكة الحياة ديالها وهي تتألم، فحاول الإسعاف ديالها قبل إخبار الأسرة ديالها. أم الضحية صرحت أن هذا الزوج أحضر قنينة صغيرة من الأعشاب مدعين أنها ستساعدها على تثبيت الحمل والحفاظ على استمراره. فأعترف أنه سبق وأن حضر لها بعض الأعشاب لهذا الغرض. يعني تعرف المحققين جاهم ديري ديري لما راني حضرت يعني هاد الأعشاب
هذا الغرض باش الحمل يثبت يعني يبقى مستقر. واتهمت السهر يعني السهر ديالها بقتل الابن ديالها لانه كان يفرط في تعنيفها وتعذيبها كلما اخبرته بحصول الحمل. يعني هو اصلا ما كانش باغي هذا الحمل اصلا، هذا باش يكون للمحققين انني كنت كنتمنى شي وليد او بنيته من هذه السيده. وصرحت الاخت الضحيه بانها اثناء اقامه ديالها مع اختها في البيت الزوجيه مباشره بعد زواجها لمده 3 اشهر عاينت خلالها ما ذاقته اختها من تعذيب. يعني راه حضرات معهم في المنزل وشاف داكشي بعينيها من طرف الزوجيه واستمعت الضابطه قضائية لكل الذين افترضت انهم شهود في القضية لتدوين افادة ديالهم تنويرا للعدالة، وهم سائق السيارة الاجرة اللي نقل هذا الزوج الى الجديدة لاخبار اسر الضحية بالواقعة، وكذلك الطاقم الطبي الاشرف على استقبال الضحية. لكن الشهادة ديالهم لم تكن مفيدة والاقوال ديالهم لم تتضمن ما يثبت أو ينفي التهمة على المتهم. فسائق سيارة الأجرة ما خبرش هذا الزوج بالنازلة إلا حينما أشرف على مدينة الجديدة. من قربوا يدخلوا المدينة الجديدة عاد علمه، والطاقم الطبي ثبت أن الضحية قضت نتيجة التسمم، وهذا هو السبب الرئيسي لوفاة هذه الزوجة. ونفوا أن تكون الضحية تهمت زوجها وتلفظت بما يفيد ذلك، يعني ما قالتش كلمة في حق الزوجة في حق الزوج ديالها، يعني ما بقاش لمرأة الزوج ديالي هو اللي عطاني السم هو اللي صفها ليا، يعني ما قالتش كلمة. السيدة يعني ماتت مشات عند الله بدون أن تقول كلمة في حق زوجها. فتصريحات الزوج أفادت أن الزوجة كانت حامل وكانت كتناول بعض الأعشاب للحفاظ للحمل الذي لا يستمر بعد مرور أيام فقط على البلوغ ديالو. كما أفاد أن سقوط الزوجة ديالو ناتج عن الإجهاض، واستبعد أن يكون ناتج عن التسمم رغم أنه شم رائحة مبيد الحشرات تفوح من فم الزوجة ديالو بعد أن توفيت وهي حامل، غير أن التقرير الطبي فند كل المزاعم والادعاءات وبين أن الضحية لم تكن حامل، الأمر اللي وضع الزوج في قفص الاتهام. إخواني أخواتي، تضارب التصريحات ديال هذا الزوج وحام حولها الغموض، وتوضح أن بعض ينحاز إلى سوء النية ومحاولة طمس معالم الجريمة، سيما وأنه كان مصابا في اليد ديالو. فبرر الإصابة باصطدام بدراجة نارية لا يعرف صاحبها. شو سبحان الله العظيم، واحد اللي بغى يبيع شي تهمة كيحاول يلصق في شي حاجة أخرى. كما صرح أنه كان دائما على الخلاف مع الزوجة ديالو لأنه يشك في التصرفات ديالها والسلوك ديالها، وبعد تضييق الخناق عليه من طرف المحققين انهار الزوج واعترف أن الوفاة الزوجة ديالو لم يكن نتيجة الإجهاض، بل إن السم المبيد الحشري هو السبب الرئيسي وراء الوفاة ديالها الله يرحمها. فأحكى لرجال الشرطة تفاصيل تنفيذ الجريمة ديالو البشعة وكيف وضع السم للزوج ديالو في الأكل، بينما كان اتهم بإحضار كوب من الماء من المطبخ. وبعد إنهاء الاستماع إلى هذا المتهم جرت الإحالة ديالو على غرفة جنايات بمحكمة استئناف بالجديدة بعد المتابعة ديالو بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. إخواني أخواتي، إلى عجبتكم هذه القصة فكنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج باش دائما تدعمونا ودائما نجيبكم دائما جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.